اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا، نتواصل معكم مع المواضيع الخاصه بشهر رمضان الكريم، وكما عودناكم بثلاث فقرات، حالك مع صباح واش تقول ومثل اليوم. نبدا معكم بالفقره الاولى وهي فقره حالك مع صباح، ما لا تبعوا معنا كيفاش راهي حال الجزائري مع صبيحه اليوم. كيفاش راك مع صبيحه تاع اليوم؟ لا لاباس، لا الحمد لله، الله نحمد الله ونشكر نعمه بروده، لاباس واحد يصوم خدام كذا الحمد لله. انا جيعان واطشه، راني عيان نوضوني بكري لقى باش نشري الحليب. الله الحمد لله ونوض بالبيه، والله الحمد لله عيان واطشه. الله غير خويا العزيز، والله غير كي رمضان كي الفطار غير كيف كيف، والله غير ما شاء الله يا اخي. هاي نوض كار حياتي واش تزيد؟ عيان دي قلت الحسن دوكا غير عفطار. ماهوش غير من رمضان راني لاباس بيا. البارح كنت في الصحراء خدمنا دو 8 دي ماتان حتى ل 6 ونص تاع العشيه. اليوم صباح راك اون فورم. واليوم راك تشوف فيا راني فريمون اون فورم مالغري مون اج. الحمد لله ربي وشكرا لاباس هاي كاع.